التقطته كصحفي يوم كنا في مرحلة الشباب والحماس، وبعد سنين طويلة وجدته شابا رغم العمر ورغم التجارب التي يحملها على ظهره، ووجدته متحمسا رغم الزمن المختلف والوجوه المختلفة. فهو رجل دغري، يعني اللي في قلبه على لسانه، صديق لكلمة الحق، ومن أكثر وزراء مصر تجربة بحكم السنوات التي قضاها وزيرا للإسكان. دخل الرجل معارك كثيرة، انتصر أحيانا وانتصروا عليه أحيانا أخرى، وبقى صوته مجلجلا ناطقا بما يراه الخير لمصر. في بيت حسب الله الكفراوي كان اللقاء، وحملت الزهور إليه. مساء الورد على واحد من بنات مصر، الأرض والمعمار. ربي يبارك فيك مهندس حسب الله الكفراوي. هل تعتقد أنه في مساحة من الخضرة في مصر معقولة يمكن أن تصبح رئة للناس؟ مصر، أنا بقول كلام مسؤول وتحاسب على كل حرف فيه. تفضل. مصر من أغنى بلاد الدنيا خضرة بمواردها. لكن أنا بتكلم على الخضرة، أنا محدد. ليه بقى؟ لأن الخضرة وأنت باني من بنات المدن. الخضرة هي الرئة. هتلاقي في كل مدينة جديدة الخضرة أحد الاهتمامات الأساسية في كل مدينة، في كل جديدة. يعني روح العش والمدن العادية يعني بكل أسف. ده اللي عايز أفهمه بقى. بكل أسف التخطيط في المدن الجديدة راعى كل الاعتبارات الحضارية، الإنسانية، البيئية، الاقتصادية. فهتلاقي جرين ارياز كتير او مناطق خضراء في المدن الجديدة. في المدن الجديدة. اما المدن القديمة، المدن القديمة 1,000,000,000 رحمة تنزل عليه. بس اسماعيل، طيب اسألك ايضا اكتر بلاد العالم خضرة فين بالضبط؟ لا طبعا في البلاد اللي عندها امطار. امطار، اي اوروبا مثلا. اي اكتر بلاد بتحس من زياراتك؟ يعني كل بلاد شمال الابيض المتوسط كلها فيها امطار، وكلها فيها جرين يعني مناطق خضراء كتير. هل في حدائق في المحافظات القديمه؟ لا يعني حدائق للناس، للاطفال، للبيوت. هو يعني الاولويات كان زمان، ما انا بقول لسعادتك انا بترحم ليها على خديوي اسماعيل. واخد بال سعادتك، الخديوي اسماعيل عمل مصر الحديثه. لا جدال، ده التاريخ اللي اتعلمناه. نعم. تفضل. والواقع اللي شفناه. تفضل. احنا عجايز. نعم. واخد بال سعادتك. نعم. لكن الشباب القلب، ما هو ده الوجع. يعني لو كان يعني فكرنا او قلوبنا عجزت معانا خلاص، ما كناش حاسينا بالوجع. تمام. لما اللي بيخليك تحس بالوجع ان الحمد لله ربنا من علينا ان لسه صحيين. طيب انت شايف انه الحدائق في المدن اللي هي ممكن تبقى متنفس للناس،
هل دي بخير؟ أستاذ مفيد، نعم احنا النهاردة نعم اهتماماتنا مش كده، اهتماماتنا مش كده. يعني ايه مش كده؟ احنا عندنا على الاقل 40% دون خط الفقر عايزين يملوا معدتهم. واخد بالك؟ يعني افهم من كده انه انا ادرك انه حضرتك بتتكلم عن ان الاولويات ليست لمثل ما يسمى بالحدائق، وبتعتبر ان الحدائق في المدن طرف. بالتأكيد بالتأكيد. قبل ما توصل لمرحلة الحدائق شغل الناس وأكلهم وعلمهم وعالجهم وسكنهم وسهل لهم النقل الداخلي، وبعدين نعمل لهم حدائق، وبعدين بقى ريحهم خليهم يشوفوا مناظر حلوه. الورده بقى. ايه شعور حضرتك عند قطع شجره معمره؟ يهمني نعرف. بالتاكيد جريمه. جريمه؟ بالتاكيد جريمه. بس انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. عشان انا هقول لك على حدوته حضرتك فاكرها. في يوم من الايام انا حاورت المرحوم الفنان احمد مظهر. ايوه. وكان احمد مظهر يسكن قرب المحور. ايوه. واتذكر انه البلدوزر لوزير الاسكان يومئذ اراد ان يدوس على هذه الحديقة اللي توسل فيها احمد مظهر كما تتذكر ان فيها نباتات نادرة. ايوه. كيف تتصور نباتات يدوس عليها البلدوزر ويفرمها كمان؟ ولو كان جامع كنت هشيله. ازاي؟ الشجرة دي ممكن المرحوم احمد مظهر نعم لما يعرف ان الطريق اللي هيفوت ده هيخدم الملايين يتنازل ينقلها براحته. انما لما تعرف وانت عارف ان انا ترجيته مرة واثنين وثلاثة ورحت له الله يرحمه نعم علشان لازم نفوت الطريق. الطريق بيخدم ملايين. وعايز اقول لك على حاجة. اتفضل. المسؤول طالما متجرد وكل هدفه انه خدام لبلده بياخد القرار الصعب وهو واقف على ارض ناشفة. بياخد القرار الصعب وهو واقف على ارض ناشفة. صلبة. تمام. واخد بال سعادتك؟ نعم تمام. فاحنا رغم نانا اللي دايما بتكلم عنه يعني ممكن ما نبقاش عندنا 40% تحت خط الفقر ويعني 55% على الحروكروك فوقيهم. نعم نعم. واثنين ثلاثة في المية هم اللي على وش السطح. فهمت. لا ممكن كلنا نعيش مرتاحين. نعم. بمواردنا. طب انا عاوزك توصف لي مشاعرك وانت ترى هدم وازالة مباني ضخمة قرب المعادي والناس بتصرخ. دي بقى عايزك تقول لي. دي بقى دي بقى قبل ما كنت تهدمها ايوه اجيب اللي عصروا بنائها. اللي عصروا بنائها. المسؤولين اللي عصروا بنائها. هل المباني دي اتولدت بالليل حد شافها؟ لا طبعا في وضع النهار. ولا خارج في وضع النهار. تمام. شهور وسنين. اذا انت تحمل المسؤولية لمن عاش نموها
وكبرها بالتأكيد بالتأكيد. وقبل ما كنت بهدها قبل ما هدها دول كان لازم يتحاكموا ومنهم ناس لازم يخشوا السجن. وعايز اقول لك على حاجة بالمناسبة، انا كنت اقترحت عقوبة ضرب الجزمة، يعني العقوبات تبقى مخالفة جنحة جناية فوقها برضو عقوبة ضرب الجزمة. بمعنى يعني المسؤول اللي عايش في غيبوبة ده لغاية ما العمارات دي كلها تطلع اتبنت، نعم دي بفلوس الشعب واشتروها الناس، يا انت متواطئ يا انت في غيبوبة. طيب تتحاكم حضرتك، حضرتك ما اتكلمتش عن ازاي ممكن ايجاد اماكن للناس دي. ما انا بقول لساعات لا الاماكن شوف دي سهلة، سهل وجود اماكن، شوف للايواء على الاقل سهلة ايه. بس مخططات موجودة، انا عندك هنا اهو. عمرك شفت وزير بيكرم اثناء الخدمة وهو بيشتغل؟ نعم. الا ايام فاروق نهار عيد الميلاد ولا بتاع بيد البشويات والبشويات واخد بال سعادتك؟ تمام. انا انور السادات 1,000,000,000 رحمة تنزل عليه، اداني مسام الجمهورية لما عرضت عليه خريطة جديدة لمصر اللي تنفذ اللي بدأ تنفيذها واوقف نموها لوجه الشيطان. انت بتكلم في ايه؟ احنا عايشين على 6-7-8% بقية الارض. اين ذهب المشروع ده اللي حضرتك اقترحته على الرئيس السادات؟ موجود، وجه وزير الله يشفيه بقى ويعدلها له مطرح ما هو يشفيه صحيا نفسيا يعني. شال كل الكلام ده في شويلة ورماها في مركز التدريب في العاشر من رمضان. شويلة يعني لم فيها بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة في المطارة. احنا عملنا حاجة اللي هي اللي سميت باسم خريطة جديدة لمصر، دراسة لسينا كل الموارد الطبيعية اللي فيها، تعدين، زراعة، سياحة، سمك، كل أمطار، مية جوفية. أين ذهب كل الكلام ده؟ أين ذهب؟ الله يرحمه 1,000,000,000 رحمة تنزل عليها، رجل سعيد. تمام، واخد بال سعادتك؟ وانت فاكر لما تقابلنا عند كمال الشاذلي؟ تمام. وفكرت وتبادلت القبلات مع رجل سعيد؟ صحيح. وفكرت حصل يا فندم، حصل. المثلث الذهبي اللي بيتكلموا عليه دلوقتي، نعم، واخد بال سعادتك؟ ما هو ده شغل رجل سعيد. الله، يعني انا يعني مهندس كفراوي، انا في حاجه غريبه ان حضرتك بتقول كان في مشاريع معينه وانت في قلبك وفي عقلك وفي نفسك وفي رأسك هذه المشاريع ان تنمو وتكبر وتخدم هذه البلد. اي، ثم تقول انها اختفت او اتشالت في شويلة. اي طيب، هل في مصر من يأتي عليها؟ بالتأكيد، عشان بفربنا ان ربنا، يعني انا يعني يمكن التقيت مرتين ثلاثه مع فتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، نعم، والانطباع اللي عندي لغايه دلوقتي ان يعني خير من يحمل الامانه ويواصلوا بناء مصر الحديثه الراقيه الغنيه، نعم، بمواردها، لا تستلف ولا تشحت، لا تستلف ولا تشحت. مواردك في سينا، مواردك في موقعك بتاع محور قناة السويس،
مواردك في البحر الاحمر والمثلث الذهبي. وهو حضرتك لما مواردك في السد العالي في يوم من الايام حضرتك لما حدث انه في حد اعتقد قطريين كانوا عاوزين ياخدوا مشروع حضرتك قلت عبارة شهيرة جدا. لا قلت عبارة شهيرة قلت هطلع على برج الجزيرة وارمي نفسي من فوق وهنزل شهيد ما هنزلش منتحر. يا خبر. لما هذا الموقع ايه اللي حضرتك قلت كده حسب الله بيه. لا لما تيجي تدور بقى هل كنت واعي لهذا الكلام؟ لا قطعا يا ما انا بقول لسعادتك انا عايش في اكتئاب ليه بقالي كذا سنة واخد بال سعادتك. يعني انت ترى انا هقول لك على حاجه مشاريع مصر قدامك عندك سر الموارد اهي عايزه الايد الوعي الذهن الواعي والايد الامينه. الذهن الواعي والايد الامينه. ايوه نعم واخد بال سعادتك. لما تيجي شوف ناحيه السد العالي. نعم انا هاجي لسد العالي الوادي الجديد. صحيح الساحل الشمالي. عاوز اسالك سؤال كتجربه انسانيه كبيره. السكن ايه في حياه الانسان افندم؟ السكن يعني انا بسال رجل عاش وبنى. هقول لك السكن. عرفولي تعريف السكن ده. سموه سكن ليه؟ في السكينه. في الطمانينه. فيه الامان. واخد بال سعادتك؟ نعم. برضو تاني 1,000,000,000 رحمة تنزل عليه انور السادات. احكي لك قصة صغيرة؟ اتفضل. لما بعرض عليه كنت لسه مبقتش وزير. نعم. واخد بال سعادتك؟ نعم. لما بعرض عليه الافكار بتاع اساتذتي وخلاصة الفكر في مصر. كان هيئة كنا مسمينها اللجنة الاستشارية للتعمير. كان ايه المشروع؟ كان مين هم الهيئة الاستشارية؟ يعني ازاي يطلق على المستشار؟ واخد بال سعادتك؟ مش سبوبة. المستشار دي مش سبوبة زي دلوقتي. وكانوا بياخدوا بدل الانتقال وبترجاهم يقبلوه بيرفضوه. ابراهيم نجيب وزير السياحة السابق، ابراهيم حلم عبد الرحمن رئيس اليو ان بي هيئة المعونة بتاع الأمم المتحدة. نعم. عثمان بدران، مصطفى الجبلي، أساتذة. أنا سعيد إنك قلت هذه الأسماء. ليه؟ لأنه ربما الجيل الجديد ما يعرفش من هم عمالقة وبناة مصر يوما ما. بدل ما حضرتك سليمان عبد الحي أنظف وأقدر وزير نقل شافته مصر من الستينات لغاية النهارده. يعني أنا قطعا يعني من المحبين لإبراهيم الدماري، انما هو وارث يعني مواد. نعم. واخد بال سعادتك؟ فلما دي تبقى حواليك وبتفكر معاك وبترسم معاك وكل فكره تدرس، لان طبعا ما هيش هزار. نعم. يعني كل واحد عنده كلمتين عاملين له انتفاخ بقى مستشار. لا الكلام انت بتصرف على حساب 90,000,000 ما توصلش لبيت اهلك.